بعد استهداف أرامكو، كيف انتقلت المعركة إلى العمق السعودي؟ هل أصبحت السعودية بحاجة إلى تحالفات جديدة لإنقاذها بعد فشلها بتحقيق أي أهداف في اليمن؟ كيف استطاعت الإمارات تأمين نفسها وتركت السعودية لمواجهة إيران وميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. ضريبة أنصاف الحلول تدفعها أرامكو إحدى كبريات شركات النفط، حيث أخفقت المنظومة العسكرية للسعودية أمام سلاح تقليدي. هذا الاستهداف يكشف كيف تحولت الحرب مع الحوثي إلى مستنقع لا فكاك منه، ويؤكد أن مشروع الحوثي ماض في حال استمرت السعودية بمراوغة قضاياها الوجودية. استهداف أرامكو يمضي في سياق استهداف سر قوة السعودية النفط والترسانة العسكرية، بعد أن تمكن الحوثي من استهداف سمعة السعودية سياسيا وحقوقيا. القضية اليمنية تلقي بظلالها الثقيل على العزم السعودي الذي تحول لمصدر خذلان كبير لبلد يفترض أن يكون الحلف الأقوى للسعودية في المنطقة. فهل حصرت السعودية نفسها وسط أعداء يتكاثر بسبب سياستها؟ هنا حيث يمر نصف النفط الخام السعودي، وحيث تلقت السعودية ضربة موجعة. أرامكو في مرمى النيران. ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السعودية، لكنها الأقوى. فقد أصبحت الأرض السعودية والمراكز الحيوية في المملكة هدفاً لهجمات ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. يقول الحوثيون إنهم نفذوا عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية، لكن بحسب خبراء عسكريين فإن فرضيات عدة تبرز حول الجهة التي تقف وراء الهجوم وطريقة التنفيذ. فللأمريكيين مثلا رواية أخرى، إذ نشر البيت الأبيض صورا التقطت بالأقمار الصناعية تعود إلى المنشأتين النفطيتين في السعودية وقد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الهجوم. تقول الرواية الأمريكية إن 19 موقعاً على الأقل تعرضت لضربات مباشرة عالية الدقة باستخدام صواريخ كروز متوسطة المدى، وهو ما ينفي الرواية الحوثية. تعددت الروايات وكبرت علامات الاستفهام حول كيفية التمكن من الوصول للعمق السعودي رغم الترسانة العسكرية الهائلة التي تمتلكها السعودية. وسواء كان الاستهداف من طهران أو صنعاء، فإن التطورات المتسارعة تؤكد أن قواعد اللعبة تزداد تعقيداً وأن خيوطها انفرطت من يد السعودية. كل المؤشرات تؤكد أن السعودية تفرطت بالملف اليمني وفقدت أمنها من جوارها، وأن الملف اليمني يلقي بظلاله ليس على المشهد اليمني فحسب، بل على أمن السعودية ذاتها ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. تقف الرياض بوجه أعداء لا تجيد قراءة ملامحهم، فواشنطن الحليف الأبرز باتت تعترف بميليشيات الحوثي وتقدمها كلاعب رئيسي بعد تبنيها مشروع الحوار المباشر معها، والحوثيون يقدمون أنفسهم باعتبارهم من يدير المعركة ويؤكدون أن معامل أرامكو لا تزال في مرماهم وقد يتم استهدافها في أي لحظة. الضربة لم تهز ثقة العالم بالسعودية كأكبر منتج يعتمد عليه عالمياً للنفط، بل وأذلتها عسكرياً. كيف لا، والمملكة تعد من أكثر الدول إنفاقاً على التسليح في العالم، تقف في مواجهة أسلحة جيش بدائي وأسلحة تقليدية. يتوقع المراقبون أن لهذه الضربة ما بعدها، وأن معادلة الحرب مع ميليشيا الحوثي قد تتغير وفق قدرة السعودية على التعاطي مع الملف اليمني، بمعزل عن الإمارات. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بالكاتبة الصحفية هديل عويس التي ستكون معنا عبر سكايب من واشنطن. مساء الخير أستاذة هديل. مساء النور. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذة هديل، كيف تتابعين تطورات حادثة قصف مقر شركة أرامكو في منطقة بقيقة شرق السعودية قبل يومين؟
نعم، هنا يعني في واشنطن هناك تركيز كبير واهتمام بدراسة تبعات كل ما حدث ولماذا حدث ذلك، ولكن يعني أيضا نعرف أن السعودية مكانة في من خلال تحالف استراتيجي وتاريخي قوي مع الولايات المتحدة، وهو تحالف يعني يحاول الرئيس ترامب حاول أن يصوره على أنه فقط تحالف قائم على النفط، ولكنه تحالف أبعد وأقدم من ذلك. ولكن رغم ذلك لا ننسى أن الولايات المتحدة سواء في عهد الرئيس أوباما أو الرئيس ترامب اختارت وصوتت، يعني هنا الولايات المتحدة بالنهاية قائمة على ديمقراطية وعلى صناديق اقتراع، يختار من خلالها الناخب الأمريكي أي سياسات خارجية يريد لبلاده أن تأخذ، والناخب الأمريكي اختار الانعزالية ولا يريد لأمريكا أن تصرف حروب في يعني من دم جنود الأمريكيين ومن الموارد الأمريكيين في حروب خارجية، ولذلك يعني هناك مستوى عالي جدا من التردد الأمريكي في الخوض في أي حرب، وخاصة أن السعودية حتى الآن لم تحدد كل تبعات الأمر رسميا، ولكن يعني هو أمر عميق جدا. هناك من سماه أشبه يعني حادثة سبتمبر 11 التي ضربت الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة تضرب المنطقة وتضرب حلفاء للولايات المتحدة، ولكن يعني أيضا هي حادثة إذا استثنينا يعني الموقف الأمريكي والتحليل من الموقف الأمريكي، هي حادثة مرتبطة ولا تنفك عن سلسلة من الأحداث التي خرجت أخيرا من اليمن. وإذا كان الحوثي يعني لم قال أنه هو الذي فعلها، ثم تبين الأمر أنه ليس بالضرورة هو من فعلها، ولكن رأينا أن إيران تقدمها هدية للحوثي ليقول أنه فعلها، لتجدد إيران ولاءها وارتباطها بكل يعني الشباب المغرر بهم ربما والذين استخدمتهم كبندقية للإيجار، ولكن تجدد ولاءها ودعمها وإيمانها وقناعتها بهم وأنها تقف معهم للنهاية. وهذا يعني يضع أيضا السعودية أمام خيار هو جيد وحكيم، وهو قرار العودة إلى أهم ما تملكه السعودية وهو العمق العربي الذي تملكه والمكان الذي تملكه السعودية كدولة عربية وإسلامية في قلوب الشباب العربي والمسلم، بعد أن رأينا يعني أيضا دول أخرى شريكة في التحالف تدخل وتبقى السعودية هي من تواجه المخاطر دوليا، على الأقل الدول الأخرى خرجت لفظيا، فهنا لا يوجد إدانات تجاهها إذا حدثت أخطاء في اليمن، وأيضا نرى أن كل المشكلات تتحملها السعودية. نعم، إذن اسمحي لنا أستاذة هديل أنت وأستاذ المشاهدين أن ينضم معنا في هذا الحوار الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبر سكايب أيضا من أمستردام. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك دكتور. التحالف أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن أن الأسلحة التي هجمت بها قاعدته العسكرية إيرانية الصنع من طراز أبابيل، برأيك لماذا امتنعت السعودية من أو عن اتهام إيران رغم أن الولايات المتحدة أكدت أو صرحت بذلك؟ ألو أسمعك يا نعم، هل سمعتني الآن دكتور؟ هل سمعت السؤال؟ دكتور عبد الباقي هل ما زلت معنا؟ نعم، يبدو أن الاتصال بالدكتور عبد الباقي قد سقط، سنعاود التواصل بك دكتور. إذا أستاذة هديل، يعني هناك مسؤول حكومي أمريكي قال إن القصف تم من داخل الأراضي الإيرانية بالعديد من صواريخ سكود وطائرات الدرونز، برأيك هل هذه شرارة حرب عسكرية في المنطقة بين إيران والسعودية باعتقادك؟ طبعا هو أمر خطير جدا، وإيران تلعب على قراءة ممتازة للسياسات الأمريكية. قراءة السياسات الأمريكية لا تحتاج هنا إلى لوبيات يعني باذخة في واشنطن يصرف عليها ملايين الدولارات لقراءة سياستها، لا تحتاج إلى وجوه براقة ولماعة، تحتاج فقط فهم دقيق وإيمان بقدرة رأس المال البشري على التأثير. يعني هنا إيران تؤثر بأبسط الطرق وبأبسط المستويات لأنها فقط تقرأ السياسات الأمريكية بشكل دقيق وصحيح، وتعلم أن يعني كل المنطقة حتى السعودية الآن متجهة نحو رؤية 2030 وهي رؤية للإعمار والتنمية وما يسمى يعني حتى أمريكيا بالسعي نحو السعادة والسعي نحو بناء رفاه للمواطن، وبالتالي لا أحد يريد أن يقدم على هذه الحرب، ولكن إيران تريد أن تقدم عليها لأنها متضررة من العقوبات ومتضررة من الضغوطات الشديدة. هنا في واشنطن
يكون يعني هناك أكثر ترقب للموقف السعودي الرسمي، ولكن هي يعني نقطة تقتنع واشنطن أنه حتى لو تم التغاضي عنها مثل ما تم التغاضي عن قتل 500 ألف سوري من قبل إيران في سوريا، وثم أيضا استغلال إيران للشباب اليمنيين وبعض من غرر بهم لاستخدامهم كبندقية للإيجار ليقاتلوا لمصالح إيران، كل التغاضي عن هذا الأمر قاد إلى هنا. نعم، سأعود إليك أستاذة هدير بخصوص أيضا مدى رغبة إيران بالحرب المباشرة بهذا الشكل كما قلت، ولكن اسمحي لنا أن أرحب مجددا بعودة الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، معذرة لا بأس دكتور. إذن انقطاع يعني الخارج عن الإرادة. نعم، في مؤتمر صحفي يعلن فيه التحالف عن نوع الأسلحة التي هوجمت بها قاعدته العسكرية أنها صنع إيراني طراز أبابيل، ولكنه لم يتهم إيران مباشرة رغم اتخاذ أو تصريح الولايات المتحدة بذلك، ما الأسباب برأيك؟ المسألة في غاية الوضوح. طبعا نحن لا نستطيع أن نقول أن الحوثيين لا علاقة لهم بإيران. إيران تتعامل مع المنطقة العربية والإسلامية وبعض المناطق التي إيران موجودة فيها باعتبارها جغرافية إيرانية، مثل لبنان واليمن وفي المستقبل البحرين وربما في المستقبل المنطقة الشرقية في السعودية. هي لا تتعامل، طبعا العراق أصبحت مجال إيراني، وبالتالي العمليات قد تنطلق من اليمن أو من إيران أو من أي جغرافية تعتبرها إيران خاضعة لها أو جزء من الجغرافية العقائدية والسياسية والعسكرية لإيران. هذا مهم. هناك اليمن الآن لإيران تعتبرها جغرافية عقائدية سياسية عسكرية لإيران، لكن الموقف السعودي مرتبط أن المعركة مع إيران لم تعد أجندة عربية أو إسلامية أو سعودية، المعركة مع إيران أجندة إسرائيلية أمريكية، وبالتالي إسرائيل تريد أن تكون حليف للناتو السني بحيث أنها تندمج في المنطقة العربية والإسلامية وتقيم علاقات مع الإمارات والسعودية وبقية بلدان المنطقة في إطار مواجهة الخطر الإيراني. وإسرائيل أيضا تريد أن تكون إيران هي البديل والخطر المحدق في المنطقة بديلا عنها، ولهذا التصريح الأمريكي هو يريد أن يجعل من السعودية وبقية بلدان الخليج هي التي تمول هذه العملية من حيث الدعم المادي والعسكري واللوجستيكي، وتقوم بإيجاد مسوغات قانونية لوجود أمريكي في المنطقة في إطار مواجهة إيران، وهي معركة ليست معركة السعودية. السعودية للأسف الشديد وللأسف الشديد أنها أوجدت جمهورية إيرانية مصغرة على حدها الجنوبي بفعل استراتيجيتها والتخطيط مع الإمارات، بينما مواجهة إيران لا تبدأ بالمواجهة مع إيران، مواجهة إيران تبدأ وتنطلق من اجتثاث أو إضعاف الحوثيين حزب الله واستعابة المجال العربي في العراق. الآن المعركة في العراق معركة يعني أمريكية إسرائيلية، والممول والذي سيدفع التكلفة هم السعوديين. هذا لا ينفي، وأنا أتفق أن الضربات قد لا تكون أتت من اليمن، قد لا تكون أتت من جغرافية يعني ثابتة، قد من البحر ومن مجموعات أخرى، هذا طبيعي، لكن أن يتم توجيه الصراع إلى إيران، إيران خصم، إيران مواجه، إيران تعمل استراتيجياً. السعودية في ورطة الآن، في ورطة، لأنها ستدفع فاتورة كبيرة جدا، عليها أن تدفع ثمن الوجود الأمريكي في المواجهة، ولكن كان الحل بسيط جدا، هو دعم الجيش الوطني اليمني
دعم السلطة الشرعية. نعم سنتحدث عن الحلول دكتور عبد الباقي، ولكن قبل ذلك برأيك دكتور عبد الباقي، لماذا إيران يعني لم تتبنى هذه العملية أو نفت مسؤوليتها؟ الحوثي مجرد أن حدثت هو من قام بالتبني، أمريكا توضح بأن عبر الأقمار الصناعية ظهرت أنها صواريخ آتية من إيران، فيعني لما هذه يعني الالتباس أو يعني التخادم لنقل، يعني الحوثي يتبنى عملية لم يقم بها وهو يعلم تماما من قام بها، لماذا برأيك؟ هذا التصريحات منطقية وعقلانية واستراتيجية ومنطقية. الهدف الإيراني لا يتحمل مسؤولية القصف، من الغباء جدا أن تقول إيران أنها هي التي قامت بهذا الفعل، لكن الجميع يعلم أن الطائرات والدعم اللوجستيكي والمعلومات الاستخباراتية هي معلومات جمعية، يعني عبارة عن أن البنك المعلومات في لبنان، في العراق، في اليمن، في إيران هو مصدر معلومات واحد، وبالتالي الإيرانيين يريدون تحسين الموقف التفاوضي للحوثيين. هذا التحسين يقتضي أن يكون الحوثيين نداً لند مع المملكة العربية السعودية، دون أن تتحمل إيران تبعات تلك الأفعال. ليس من اليوم، هناك ضربات متراكمة وسوف ترتفع وسوف تتراكم وتصيب مواقع أكثر حساسية من أرامكو، ربما تصل إلى قصر الملكي، ربما تصل إلى إلى بيت نوم الملك سلمان أو ولي عهده. وهذه عمليات لها بعد رمزي، لها بعد استراتيجي، لها بعد يضعف مكانة السعودية كدولة قائدة الأمة الإسلامية العربية، كدولة تعتبر الأولى عالميا في التسليح، كدولة لم تستطيع أن تكتث مجموعة ميليشيات تنتمي للقرون الوسطى خلال 4 سنوات، وبالتالي إيران في استراتيجية فيها الطرح. وأركز هنا، إيران تستهدف السعودية دون الإمارات. بعض التصريحات تقول أن الإمارات تتفق مع الحوثيين، لا، هناك نوع من الاستراتيجية هي تريد أن تحدث نوع من الشك بين الإمارات والسعودية، رغم أن هذا لا ينفي أن الإمارات لها تنسيق والمجلس الانتقالي له تنسيق مع الحوثيين، لكن ايضا ايران تستهدف طرف دون طرف بهدف ايجاد فجوه، في هدف ايجاد ضبابيه في تحليل الموقف لدول التحالف. اذا هذه المعركه تريد تستثمرها الولايات المتحده الامريكيه، ايران تلعبها بشكل استراتيجي واستثماري بحيث انها تحسن مواقف اذرعها في المنطقه دون أن تتحمل المسؤولية، والجميع يعلم أن هذه الأسلحة وهذا الدعم الإعلامي هو إيراني صرف، وأن كل العمليات من العراق إلى لبنان إلى اليمن إلى البحرين كلها عمليات تتم في غرفة حرب واحدة وليست منفصلة. نعم، اسمح لنا دكتور بالعودة للسيدة هديل. هديل، الولايات المتحدة صرحت بأنها مستعدة للدفاع عن السعودية، برأيك هل تتوقع أن تذهب الأمور نحو التصعيد العسكري في المنطقة، أم ما هو نوع الدفاع الذي ستقوم به الولايات المتحدة؟ طبعا إدارة ترامب أولا هي بحاجة أن تدافع عن استراتيجية عرضها فيها الكثير من هنا المسؤولين في واشنطن، ومن ضمنهم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الاستراتيجية ضد إيران، قال أنها ستنجح. اصلا السبب الاساسي لخروج ترامب من اتفاقيه 2015 كان بحجه انه سيشمل امور اخرى مثل سلوك ايران المزعزع للاستقرار في المنطقه، والان نرى زعزعه الاستقرار باتت اكبر بعد الخروج من هذا الاتفاق، فهو بحاجه لان يدافع عن استراتيجيته في المقام الاول، بحاجه لان يدافع عن الاقتصاد الامريكي الذي ازدهر في عهد ترامب، والان هناك اليوم يعني هبطت اسعار الوقود في داخل امريكا يعني بشكل سريع 10%، ثم بعد الظهر بدات بالهبوط لأكثر من 14%، وهذا أمر يضر سياسات ترامب، وهو مقبل على انتخابات بعد أقل من سنة. أما كيف يعني في الحقيقة، أن مثل ما قلت أن الناخب الأمريكي اليوم يترك كل السياسيين الفاهمين جدا لسياسات الشرق الأوسط ويذهب ينتخب شخصين مثل أوباما
ومستر ترامب الذين يقولوا أنهم سينسحبوا من سوريا، سينسحبوا من أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان، وبالتالي لا نتوقع الغير متوقع من واشنطن. يعني لا نتوقع أن واشنطن ستفعل الشيء الكبير. بعد يوم من إقالة بولتون أو استقالته، قامت الولايات المتحدة بوضع عقوبات رمزية جدا. من يقرأها بالعمق يفهم أن هذه العقوبات استهدفت فقط الجماعات الإيرانية التي تضر بإسرائيل. تريد أمريكا وفي عهد ترامب، إدارة ترامب تريد أن ترضي الكونغرس، تقول تقنعه بأنها نعم حازمة مع إسرائيل. الكونغرس اللي بعض منه هناك يعني تأييد لإسرائيل فيه، تريد أن تطمئنهم أن إسرائيل بمأمن من إيران. ولكن أبعد من هذا لا أعتقد، ولكن أعتقد أن السعودية لديها من الأدوات الكافية والثقل العربي والإسلامي الشيء الكثير، يعني أكبر من إيران بكثير. انظروا ما فعلت إيران، كل هذا فعلته إيران. يعني أنتم كنتم تقولون في التقرير أنها فعلته بمعدات بسيطة ورغم العقوبات وكل هذا. القوة صحيح أن معداتها بسيطة وأنها غير قادرة على استيراد القوة من عناصر القوة والتكنولوجيا من العالم الغربي بسبب العقوبات، ولكنها تملك أمر هام جدا وهو رأس المال البشري من سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى اليمن. هناك بعض خلاياها يقوموا بدعاية إعلامية، بعضهم يقوموا بمعامل تحت الأرض لبناء صواريخ الكروز، وبعضهم يقوموا بتسليح الميليشيات، وبعضهم يقوموا بتدريب بعضهم البعض. بعض ميليشيات إيران لم تتقاضى دولار واحد منذ شهور طويلة بسبب العقوبات، ورغم ذلك هناك عقيدة تجمعها. لماذا لا نتفكر كيف فعلت إيران كل هذا؟ هذا أمر مهم جدا، هذا هو مصدر قوة إيران، الإيمان بقدرة كل الشباب الذين آمنوا بعقيدتها. يعني بينما خامنئي يستدعي حسن نصر الله في لبنان ويقول له كلاما يعني واهما كله، رأيت الحسين في منامي وأوصاني بشعب حزب الله، هناك نرى للأسف بعض الإخوة نحن كشباب سوري ويمني وغيرهم يسمون بالثورجية ويعني في استقلال ويعني تقليل من كراماتنا، رغم أن ما يسموهم بالثورجية في سوريا مثلا حين كانوا يقتلون وقتل منهم 500,000 على يد إيران في سوريا، كان يقول لهم الإيراني وعميل إيران أننا سنتجه إلى السعودية وسنتجه إلى العمق العربي والإسلامي العزيز على قلوب كل الشباب العربي والمسلم. نعم، عند هذه النقطة دعني أعود لي الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، ما طرحته الأستاذة هديل حول استخدام إيران لقوة ربما أكبر مما نتوقعها، وهي القوة البشرية تربطها عقيدة واحدة في كثير من المناطق، يعني أيضا بيع الوهم لهؤلاء وغسل أدمغتهم فكريا، كل ذلك يجعل منها قوية هي وأتباعها، بعكس السعودية التي تمتلك المادة والسلاح القوي، لكن ظهرت أمام كل ذلك أضعف بكثير. أنا أرى أن إيران تتحرك باستراتيجية واضحة، تتحرك في إطار ما يسمى بالبيئة العقائدية، وتحاول أن تلتقط ما يسمى بمظلومية الجماعات وتحديدا الشيعية. لكن المملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن نتحدث عن استراتيجية سعودية بشكل واضح، وهي التي وضعت خنجرا على يعني ظهر اليمنيين، خنجرا في خاصرة الشعب اليمني، هي التي أغتالت سلطتنا وقسمت سيادتنا. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن ندية المواجهة بين إيران والسعودية؟ السعودية تتعامل، والإمارات هذه الدولة التي قادت انقلاب في الجنوب تتعامل باستعلاء، تتعامل ليس في إطار استراتيجية ذات بعد استراتيجي، هناك استراتيجية في الاستراتيجية، هناك استراتيجية تبث هذه الجماهير بأنها جاءت لإنهاء الانقلاب ولعودة السلطة الشرعية، وهناك استراتيجية اقتصادية واستثمارية وجيوستراتيجية للإمارات والسعودية بالتنسيق مع الدول الغربية للاستيلاء على ميناء عدن والجزر اليمنية وأخذ الحقول النفطية اليمنية في لحظة ضعف للسلطة والمؤسسة التشريعية، بحيث تأخذها دون يعني شرعية قانونية أو مسوغات وفقا للقوانين المتعارف بها. إذن لا يمكن لنا أن نصطف أو نشعر أن هذه البلدان لها استراتيجية في المنطقة. نحن أمام استراتيجية إيرانية بعيدة المدى، محكمة، دقيقة، تدرك ماذا تريد، تحافظ على جمهوريتها، أمام
فيمكن لي أن أقنع الشعب اليمني أن السعودية حليف أو السعودية جاءت لإنهاء الانقلاب، وهذه السعودية هي التي أبقت رئيسنا في الرياض، هذه السعودية دعمت الإمارات ومتفقة معها بالانقلاب على السلطة في عدن، هذا الإمارات والهجوم الواضح على شعبنا وعلى الرئيس. دعيني أكد، إذن السعودية ليس لديها استراتيجية، السعودية الآن رهن حتى المواجهة مع إيران لم تعد معركتها في إطار صراع الأمن القومي، الآن أصبحت معركة إسرائيلية أمريكية لإيجاد عدو بديل بتمويل، ستدفع السعودية تمويل المعركة، ستوافق على الوجود الأمريكي المعركة، والمعركة ليست معركتها ولن تحقق أهدافها. نعم، إذا اسمح لي أن ينضم معنا اللواء مستور الأحمري خبير عسكري واستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور لك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذن سيادة اللواء، قصف إيراني على منشأة حيوية سعودية، وربما هذه ليست أول حادثة اعتداء على السعودية، حدث قبلها استهداف ناقلات نفط وغيره، كيف تفسر هذه الاعتداءات الكبيرة من قبل إيران على المملكة؟ أولا باختصار، هذا الاعتداءات على بالذات مصادر الطاقة وناقلات النفط ترتبط بتصريح الحكومة الإيرانية بأنه إذا لم يسمح لنا بتصدير نفطنا فسنمنع الآخرين من تصدير نفطهم. قاموا بهذا العمليات الاستهداف وكلاءهم في المنطقة، سواء الميليشيات الحوثية أو سواء ميليشيات في بلد عربي آخر أو ما إلى ذلك. يعني هؤلاء ينفذون استراتيجية تخدم الحكومة والمصالح الإيرانية، ولا زالت الآن التحقيقات جارية بالذات في استهداف بقيق والمنطقة الأخرى، بحيث أنه يتم توضيح الأمور بشكل واضح من أين انطلقت هذه الطائرات المسيرة أو الصواريخ، وتم التعرف على هذه الأجزاء بأنها صناعة إيرانية. والحوثيين الجميع مقتنع بأنهم هم تبنوا العملية ولكنهم لم يقوموا بالتنفيذ، التنفيذ من طرف آخر، تتوضح التحقيقات وعندها لكل حادث حديث. نعم، إذا لماذا تحاشت السعودية اتهام إيران بمسؤوليتها عن حادثة استهداف أرامكو في بقيق، رغم أن واشنطن كشفت عن أن طهران هي وراء القصف؟ برأيك يعني ما سر هذا التحاشي؟ الجميع يعرف أنه سياسة المملكة العربية السعودية سياسة متأنية، هناك فرق تحقيق تحقق، هناك رصد لعملية الاستهداف، الوجهة اللي انطلقت منها هذه الطائرات المسيرة، عملية القذائف تحديد الاتجاهات اللي يعني جاءت منها، تستكمل التحقيقات، هناك فريق تحقيقات متكامل وستعلن النتائج ويتضح المسؤول، وحينها أتوقع المملكة العربية السعودية لن يعني تكون يعني في الظل، فتوضح كل شيء للجميع، وعندها سنرى ماذا يعني رد فعل القيادة السياسية في هذا الموضوع. نعم، إذن هل تتوقع أن يتصاعد التوتر عسكريا وقد يؤدي إلى حرب في المنطقة، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية برفضها أو أنها مستعدة للدفاع عن السعودية؟ المنطقة كلها الآن، المنطقة الآن جميعها متوترة، الإيرانيين وتروا المنطقة، اليمن، سوريا، العراق، الخليج، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، المنطقة جدا متوترة. ولكن أنا يعني ما أرى أنه لا أحد يتمنى الحرب، لا أحد يتمنى تدمير منطقة، لأنه إذا حصلت حرب فتكون قاسية جدا، كل بلد عنده مقومات قوة وعنده مقومات دفاع عن نفسه، والمملكة العربية السعودية لا أتوقع أنها ستغض النظر عندما تتعرض إلى اعتداء يكون واضح وصريح. ولكن المشكلة أن الإيرانية، الحكومة الإيرانية تنفي، الميليشيات تنفي، للأسف الميليشيات الحوثية تبنت الهجوم، برغم الآن الجميع بما فيهم صور الأقمار الصناعية وما إلى ذلك يوضح كثير من الأمور،
ويؤكد بان الميليشيات الحوثيه ليست هي من ارتكب مثل هذا الشيء. الطاقه لا. هي تعني المملكه العربيه السعوديه، تعني الاقليم، وتعني الاقتصاد العالمي بما فيها الدول الاوروبيه والصين واليابان وشرق اسيا. فالموضوع ليس موضوع فقط يتعلق بالمملكه، انما يتعلق بمصدر طاقه عالمي. المملكه العربيه السعوديه تصدر حوالي 11 ل 12 مليون برميل يوميا. ونعود الى نقطه البدايه بأن هذا الحادث يرتبط بما صرحت به ايران سابقا بانها ستحاول منع تصدير النفط او نقله خارج الخليج العربي دام يعني تتعرض فيه العقوبات. نعم، وبالتأكيد أنها لن تتوقف سيادة اللواء، وهذا ما يدل عليه منذ يعني كل فترة وهي تخرج بفعل جديد. لكن هذا التصعيد الإيراني لما لا يدفع الرياض إلى حسم المعركة التي طالت لخمس سنوات، وعوضا عن الانشغال بمعارك أخرى وعدم دعم الجيش الشرعي لحسم المعركة على الأقل عسكريا في ظل يعني توقف المسار السياسي تقريبا يعني حتى اللحظة؟ ربما هناك يعني في بالنسبه لموضوع اليمن ربما هناك سلبيات وهناك ايجابيات. ما استطيع انا اقوله انه المملكه يعني تعمل جاهده على ان تنهي هذا الاشكال، ولكن يعني يتاكد الجميع المملكه حتى في استخدام هذه القوه العسكريه ولنكون عادلين في الحكم، هي تستهدف اماكن عسكريه، تستهدف مناطق عسكريه، تستهدف. لو استخدمت المملكه العربيه السعوديه الطريقه التي استخدموها الروس او استخدموها في سوريا والارض المحروقه وتدمير المدن وتدمير البيوت على اهلها، لربما انتهت المشكله في اشهر قليله. ولكن حرب نظيفه ملتزمه بالقانون الدولي، تحاول ان تصل مع الحكومه الشرعيه الى 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 يعني الى تحقيق الاهداف اللي من اجلها قام التحالف العربي. وانا سمعت جزء من كلام ضيفك، يعني انا اتاسف انه احنا نسمع يعني من اخ هذا الكلام. المملكه العربيه السعوديه ضحت بابنائها وبقوتها وبمالها، ويعني دعم البنوك اليمنيه، دعم المواطن اليمني، عملت كل ذلك لاجل المواطن اليمني الجار والشقيق والقريب. فما يؤثر على اليمن يؤثر على المملكه العربيه السعوديه، وما يؤثر على المملكه العربيه السعوديه يؤثر على الاقليم كامل. وهذا ما نتوقع عادة سيادة اللواء، يعني نحن نعلم تماما أن يعني عدم استقرار اليمن معناه بالأكيد عدم استقرار للسعودية، ونأمل يعني من الإخوة في السعودية التنبه لهذا الأمر والالتفات لحل المسألة بأسرع وقت. شكرا جزيلا لك اللواء مستور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة هديل. أستاذة هديل، يعني برأيك هذا التصعيد الإيراني هل يمكن أن يدفع السعودية إلى سياسة أكثر حماسا مع الحوثي أو حسما مع الحوثي؟ يعني هل تتوقع أن يدعموا الجيش الوطني الدعم الذي يحقق له النجاح وتجاوز الكثير من المناطق، الابتعاد عن المعارك الجانبية التي أشعلتها الإمارات في الجنوب، عودة السماح للحكومة بالعودة وممارسة مهامها فعليا؟ هناك رؤية دولية يعني كاملة متفقة على أن أصلا التصعيد في اليمن هو ليس في صالح أحد، وهناك اتفاق يعني على أيضا السعودية لا تتصرف على مبدأ ردات الفعل، وخاصة أن السعودية عندها خيار أنها لا تعرض شعبها لما يتعرض له الشعب الإيراني. فكل ما تفعله إيران من دعم ميليشيات وتسليح هذا بالنهاية يعود في حياة سيئة جدا ومستوى معيشة بالي جدا على الشعب الإيراني، وهذا لم يكن خيار السعودية يوما، وهذا خيار إيران منذ الثمانينات ومنذ بداية ظهور النظام الإيراني. ولكن أيضا من ناحية الدعم الشرعية، من هنا واشنطن نرى أن مثلا بعض الأطراف التي لا تريد الشرعية، أنا أرى السعودية متمسكة في الشرعية حتى النهاية، وأرى أنها ملتزمة بالدفاع عنها وحمايتها والالتزام بالاعتراف بمن دعا أصلا التحالف إلى اليمن. هنا مثلا قامت الحملات الكبرى من دول يعني لماعة بوجه بعض المسؤولين الأمريكيين، ولكن هذه الحملات كلها لم تنفع. فنرى أنه بعد حملات كبرى يتهم فيها الشرعية اتهامات يعني مثل ما يقول السوريين أشكال ألوان، نرى أن أهم أو المؤثرين في الكونغرس الأمريكي وفي الحكومة الأمريكية وفي إدارة ترامب تحديدا الذي يعول عليها البعض، يخرجون ويعترفون مجددا ومرارا وتكرارا بالحكومة الشرعية ويقولون أنها هذا هو خيارنا. يعني بعض من يفكر أن أمريكا تعمل على مبدأ المؤامرة وأنها
تقبل بمفاوضات وصفقات من تحت الطاولة لتنقلب على أيضا أمريكا بقرار اعتباطي على الشرعية اليمنية، فلينظر إلى ما حدث في ليبيا ولينظر إلى ما يحدث في اليمن، البلد الذي البعض يعيره ربما بالفقر، وهو لا يقدر أن يشن نفس الحملات هنا في واشنطن. ولكن هناك أمر يعني أعمق، هذا الذي تحدثت عنه، أن إيران تجيد قراءة السياسات الأمريكية والتصرف بطريقة غير مكلفة، لا تحتاج أن تتكلف كثيرا لتجعل المجتمع الدولي منحازا إلى قضيتك إذا وجهتها باتجاه عادل. وبالتالي أعتقد أن السعودية ملتزمة بالشرعية اليمنية، وأعتقد أن كل ما حصل ويحصل من بيانات يعني وأخذ ورد هو لرغبة السعودية بالالتزام بالشرعية اليمنية. ومثل ما قال أيضا ضيفكم الكريم على الهاتف، أن السعودية دائما تختار أن تبقى جزء من هذا المجتمع الدولي، تساير القوانين الدولية، فلا تنتهج يعني نهج سياسات الأرض المحروقة، وما تفعله إيران وروسيا مثلا من تدمير للمشافي والمدارس وكل شيء اعتباطا. وبالتالي أعتقد أن السعودية ملتزمة بما يريده المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي مصر وملتزم مثل ما نرى بدعم الحكومة الشرعية والاعتراف بأنه لا بديل عن الحفاظ على منهجية تماسك مؤسسات الدولة الموجودة في اليمن حتى الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك هدي العويس الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. عودة إليك دكتور عبد الباقي. إذن تقول الكاتبة الصحفية هدي العويس بأن السعودية ملتزمة بدعم الشرعية، وبأن دعم الشرعية هو خيارها منذ البداية. أيضا الولايات المتحدة لا تلعب من تحت الطاولة، على العكس في كل مرة يظهر بأنهم عمليا وفعلا مع الشرعية، كما تحدث اللواء مسرور الأحمر عن دعم السعودية الكبير لليمن ولمواطنيها ولحكومتها. كيف تعلق؟ أعتقد أن السعودية لا علاقة لها بدعم الشرعية ولا علاقة لها بدعم الشعب اليمني. السعودية لم تقدم تضحيات في اليمن، السعودية كل ما قدمته من أجل مصالحها الاستراتيجية ومن أجل السيطرة على النخبة الحاكمة القادمة ومن أجل السيطرة على الثروات في اليمن وفي إطار مشروع القرن. وبالتالي الحديث هذا يشعرني بالغثيان أن السعودية قدمت نقل اليمن أو قدمت في إطار مشروع الملك سلمان. هذه الدولة لم تقدم لليمن سوى تجزئة جغرافيتها وإضعاف سلطتها وتجويع شعبها وتجويع المغتربين اليمنيين على أراضيها، عندما فرضت عليهم إتاوات. كيف يمكن لنا أن نفهم ونشعر أن السعودية قدمت وهي التي لم تسلح جيشنا الوطني ولم تمنحه الدعم بما يمكنه من التقدم نحو صنعاء؟ كيف يمكن لنا أن نقول السعودية تلعب استراتيجية لمصلحة الأمن القومي العربي واليمني وهي التي يعني تحتجز رئيس جمهوريتنا رهينة لديها في قصورها؟ كيف يمكن لهذه الدولة أن تتحدث عن أمن القومي ودعم للشعب اليمني وهي التي توافق ضمنا وعلنا على الانقلاب في المناطق الجنوبية؟ وبالتالي أنا أعتقد أن السعودية لن تربح أي معركة. إيران واضحة تدعم حلفائها بالسلاح وبالدعم الإعلامي والاستراتيجي، ولديها رؤية واضحة للسيطرة على المنطقة، بحيث في المستقبل خلال سنوات فقط أي حل أو حلول لأي قضية في المنطقة العربية والإسلامية إيران ستكون عنصر أساسي دوليا، بينما السعودية أصبحت تابعة للإمارات، تابعة لدولة من دول الملح التي تذوب مع أول عملية من عملية الإرهاب أو تفجير سفينة نقل. هنا السعودية نحن نقولها بشكل واضح، وقفنا معها في بداية عاصفة الحزم والأمل، لكن السعودية خلال 4 سنوات لم تعد لنا السلطة ولم تعد لنا حتى رئيس الجمهورية إلى 100 متر مربع في المعاشين. هذه الدولة جوعت شعبنا وأبقت تعز محاصرة 5 سنوات. لذلك إذن لا حديث. نعم، اسمح لي دكتور عبد الباقي أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك. إذن دكتور، توتر متصاعد في المنطقة بين الرياض وطهران وردود فعل إقليمية ودولية، هل تعتقد أن الأحداث قد تذهب باتجاه مواجهة عسكرية في المنطقة؟
المواجهة العسكرية هي قائمة بالفعل يعني، وفي أكثر من ميدان، ولكنها مواجهة عسكرية غير مباشرة. السعودية وإيران يتقاتلان، ولكن يتقاتلان في ميادين مختلفة وكلاء محليين يعني. نعم، لكن هذه المرة يعني القتال وصل إلى أرض السعودية. نعم، ولكن السعودية لكنها عن طريق وكيل محلي، هذا ليست أول مرة تستهدف المملكة العربية السعودية. هناك قصفت أكثر من هدف عسكري ومدني واستراتيجي، يعني نحن نشهد منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر قصفا مكثفا على المملكة العربية السعودية. هذه ليست أول مرة، ربما الآن الهدف كبير والأثر والضرر كبير. لكن المواجهة العسكرية بين طرفين هي قائمة منذ فترة. السعودية واجهت إيران في سوريا وانهزمت، واجهت إيران في العراق وأيضا فشلت السعودية في ذلك، ويتواجه الآن أيضا في اليمن، ويبدو أن السعودية أيضا فشل في ذلك. المواجهة العسكرية بين الطرفين لا يمكن يعني لا نستطيع تخيل هذه المواجهة، لأنها ستكون مؤذية لجميع الأطراف. لن المملكة العربية السعودية ولا إيران ولا حلفائهم الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية تريد مواجهة عسكرية مباشرة، لأن هذا الطرفان ستكون في معركة تكسير عظمى. وليس وليس الطرفان ليس بحاجة لها، لا إيران أيضا رغم قوتها العسكرية ليست غير قادرة على مواجهة أمريكا والسعودية وحلفائهم أيضا، لأنه سيتسبب في أضرار كبيرة لإيران. نعم. ماذا عن الإمارات دكتور؟ يعني هل أمنت نفسها وتركت السعودية وحيدة في مواجهة إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة؟ يعني علينا أن ننظر بطريقة مختلفة للعلاقة السعودية الإماراتية والعلاقة الإماراتية مع إيران. أولا الإمارات بالفعل هي حاولت أن تنسق مع إيران وتنسحب من المواجهة المباشرة معها عبر انسحابها من المواجهة المباشرة مع الحوثيين. ولكن العلاقة الإيرانية الإماراتية هي مهمة أيضا لإيران بالقدر الذي تهم الإمارات. الإمارات هي الرئة الاقتصادية لإيران، إيران محاصرة اقتصاديا وتتنفس اقتصاديا عن طريق الإمارات. أغلب يعني تجارتها الاقتصادية تبادلها تجارية عن طريق دبي. بنوكها أيضا محاصرة دوليا ولا تستطيع أن تتعامل مع النظام الدولي المالي غير عن طريق بنوك وسيطة في دبي وفي أبو ظبي. وبالتالي الإيراني ليس لديهم أي مصلحة في استهداف الإمارات. الإمارات أيضا من جانبها هناك شيء مهم للغاية يجب أن ندركه. الإيران في علاقتها إذا طرحت بالموازنة أو بالمقارنة بين إيران والسعودية، فالسعودية هي أكثر ضررا للإمارات، أو هي ربما تصبح العدو الحقيقي للإمارات من إيران. ودعنا نعاود النظر إلى مسألة العقلية التوسعية لدى حكام أبو ظبي، التوسع في اليمن، التوسع في جيبوتي، في ذا. هذه العقلية التوسعية ترى إلى سيطرة السعودية على كور العبيد، هذه منطقة تمتد 50 كيلومتر اللي كانت تصل الإمارات بقطر، حقل الشيبة أيضا النفطية وهو المحقول النفطية الكبيرة. أعتقد أن أبو ظبي يرون إلى سيطرة السعودية على هذه المناطق بمرارة أكبر من مرارة من سيطرة إيران على الجزر الثلاث. أولا لأن هذه الجزر الثلاث تتبع إمارة الشارقة ولا تتبع إمارة أبو ظبي، بينما هذه المناطق تتبع إمارة أبو ظبي تماما. وهم يعتقدون السعودية حفظت عليها في ظرف غير مناسب وفي ظرف ضعف، وفرض هذا الأمر على الإمارات. فالإمارات يرون السعودية ربما كخصم أكثر ما يرون كصديق. هذه مسألة التحالف أمام العالم، والتحالف الذي يعني شهدنا في ملفات مثل اليمن وليبيا وسوريا، هذه تحالفات مؤقتة وفرضتها الواقع. حتى عام 2010 كان هناك صدام عسكري بين الإمارات والسعودية. البحرية الإماراتية أطلقت النار على زوارق سعودية في منطقة كرة العديد التي استولت عليها السعودية. وبالتالي يعني نتيجة الأحداث الربيع العربي وجدنا هذا التحالف الاضطراري بين الإمارات والسعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. وسؤال أخير لك دكتور عبد الباقي في أقل من دقيقة، هل تعتقد أن إيران تحاصر السعودية تماما من خلال تواجدها في العراق وفي سوريا ومناطق شرقية وفي الجنوب عبر الحوثي؟ يعني هل تعد في موضع أقوى من المملكة عسكريا وسياسيا؟ نعم، هي في موقع أقوى، وفي المستقبل ستكون هي أحد الدول التي لا يمكن حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط إلا بوجود إيران. السعودية للأسف الشديد إذا لم تعيد استراتيجيتها في اليمن ف
فإنها حتما ذاهبة لأن تكون دولة قطرية، وسوف تكون تحت الاستهداف لتجزئتها واستنزافها في المستقبل. السعودية للأسف الشديد يعني هذا الطموح ولي العهد للوصول للسلطة جعله رهن للعلاقة وللتخطيط مع ولي العهد في أبوظبي. السعودية ستكون الهدف الرئيس لأن اليمن هي بوابة، لذلك نحن نحمل السعودية ما يحدث في اليمن، هي التي أحدثت الانقلاب في اليمن، هي من قواعد الشعب اليمني، ولكن يمكن لنا أن نعيد العلاقة معها في حال تخفيف الكلفة، بمعنى أن تعيد استراتيجيتها وتبدأ أول خطوة بإخراج الإمارات من التحالف وعودة السلطة الشرعية وتصحيح مسار الاستراتيجية، وإلا ستكون هي والإمارات عدو للشعب اليمني والتاريخ لن يرحم الشعب اليمني لينسى ما فعلته السعودية والإمارات في اليمن. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.